بساط الدبلوماسية على وقع حملات الحرب، سياسة واشنطن بالبحر الأحمر. رغم مضي قرابة الشهرين على الحملة العسكرية التي تشنها على الحوثيين، إلا أن واشنطن لا تزال متمسكة بدبلوماسية المفاوضات. هذا ما تفصح عنه التصريحات الرسمية والرحلات المكوكية وطاولات الحوارات السرية التي تجريها إدارة بايدن. ففي العاصمة العمانية مسقط أجريت محادثات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين وفق صحيفة فاينانشال تايمز التي أفادت بحدوث مفاوضات أمريكية سرية مع إيران خلال يناير 2024 تعد الأولى بين البلدين منذ 10 أشهر. تهدف واشنطن من المحادثات السرية غير المباشرة كما تذهب الصحيفة الأمريكية إلى التأثير على طهران لاستخدام نفوذها على الحوثيين وإقناعهم بوقف هجماتهم المهددة للتجارة والملاحة الدوليتين بالبحر الأحمر. مع ذلك فإن هذه المفاوضات تسلط الضوء بحسب الصحيفة على ما وصفته بالنهج المزدوج الذي تمارسه إدارة بايدن في اليمن في إشارة لاستخدام القنوات الدبلوماسية إلى جانب الردع العسكري أملاً في إنهاء التهديدات الحوثية ضد السفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية والدولية. فيما يظهر من سياق التطورات العسكرية والدبلوماسية فإن واشنطن تبقي قنوات الدبلوماسية مفتوحة لحماية فاعلية خيار الردع تجاه الحوثيين، فما يهم واشنطن هو النتيجة المرتبطة بوقف الهجمات وتوفير الأمن المائي في البحر الأحمر. الهجمات على السفن خلقت إجماعاً دولياً على خطورة أفعال الحوثيين ودفعت الدول لتكثيف وجودها العسكري بالبحر الأحمر لحماية سفنها وتجارتها، إلا أن هذا الإجماع لم يسفر حتى اللحظة عن اتفاق دولي على شن حرب واسعة ضد ميليشيا الحوثي، فصوت الدبلوماسية لا يزال مسموعاً رغم أزير الطائرات وهدير الصواريخ.